waxa maanta magaalada Buho la ka dhacay banaanbax ballaaran ay ka soo qayb galeen dhamaanba bulshooyinka ku dhaqan magaalada Buho ee dhalinyarada urrada haweenka banaanbaxan oo laga soo horjeeday maamul goboleedka Soomaaliland iyo waliba sidoo kale wasiirka caafimaadka ee maamulka Soomaaliland oo muddooyinka ku sugnaa magaalada Buho ee banaanbaxan ayaa dadkii ka soo qayb galay hadalladoodina waxa ka mid ahaa وإلى دكتا مدوكا وكا تشيلة فوقا دان ودلع وكا دان وكسا ساسا نقل هذا كتشيلة دكتا قرية كتشيلة إذن كان هو هون على غصة صار دكتا ودكتا تشيلة فوقا وحوية دكتا الموغلة وحوية دكتا الموغلة وابدت فريتا تشيلة يبدأ هذه الكورة هي ينوغ الصون ولوشي عنده من هندد لي هذا وحلو وداد وانا هيك قيل سمك الله قاعد يا اخوان اخوان الى دمي عنده دعما تطل وصدقتا من هن وكارقنا هاي وحي دالنا وكارقنا يا الله قام تولا يا رب قالوا كارقنا وحنو سيوشي قلنا إن أنا قرده الله ولين الله على كاد كذا يلكت أقل إن أسلم وأنا على الهيني إنه موقف كيجا يجريتا كيجا كسر دوليس تذكر وخاطره ابن كما عبان سنيسو على كذا يحرمان هذا ابن ما ويت سنيسو دولة الصومالية حتى إنها كغرسته إلى أين واقرانيا أدوك واقرانيا وادتك على كيري وعوية وحي نوبرنا رجع عن سمد رهين سمد معنا عليه سلم رهين إنه مدحجرة بومبونين هي عدو كدق يا وحوين كدق يا وحين رب لنا إيه نساورك كرب احنا عروس ولا عندو عند فرنو كاسين رب لنا وحوية هو قوي سني وقوي سني كرب هو مقشين بل عدو مقشين جنبر هو مقشين عدو هو مقشين بالبانت هو كعي وين تقالوا إنا وحرورنا نسيبك سنو بيكيرو بيكيرو sidoo kale waxaa asaguna halka ka hadlay gudoomiyaha golaha deegaanka ee maamulka Khatuma Cabdi Farax Cali Awil si kastaba ahaatee banaanbaxan ayaa maanta wuxuu gelgelay magaalada Buuhoodle Maxamed Cali Bile telefishinka qaranka Soomaaliya magaalada Buuhoodle